بسم الله يا اخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم من سوق السبت ديال السطاف. اليوم 11 شهر 9 2021. غندوا الاخوان نعجة رومية ولا نعجة رومية؟ رومية. نعجة رومية. كي دايره دار؟ راه رواسية كاملة، دار كاملة دار. والسن عندك كي داير فيها؟ 140 يوز ديسية. المركب ديالها من هنا؟ سليمان. من نواحي تاع بن سليمان يا اخوان؟ الثمن شنو ثابت فيها؟ 27350 درهم. هاهي الغليمة جاية من بن سليمان يا اخوان، رومية. غادي نخلي لكم رقم التليفون، مازال عندو السلعة، شحال باقي تقريبا موجود؟ خير تخلي لهم النمرة وتقول لهم السمية ديالك باش اللي يعيط لك يتواصل معاك. إلا بغا شي حد شي حاجة، 06 05 06 05 80 40 34 السمية خالد. خالد إخوان من نواحي ديال بن سليمان، عندو النعجة الرومية مازال عندو في الدار. اللي بغا شي حاجة يعيط ليه. شي اللي كاين هي السليعة، شدو عليها كاملة. أحاول بها. هذيك صغيرة هذي؟ نية تبارك. وصافي يا مصطفى تبعت. إن شاء الله ما تعرفش. الله يسخر الله يسخر. الله يحميك. كي دايرين والدي؟ دارين دارين. وسن منها الشالي؟ جامعة سداسية. سداسية جامعة. شنو ثابت؟ 28. عاطينا هاد؟ ولا باغية فيها؟ باغية فيها. باغي 21، مازال ما عاطيناش. 1050 درهم. كيفاش السوق تاع النعجة اليوم؟ شوية براك. المليح اللي فيه الثمن؟ فيه الثمن كان ثقيل. كان ثقيل شوية. نحاولوا ندورو مع الاخوان باش نبينوهم ليكم. شي وحدين قالوا لنا صور لينا كلشي. مرحبا ضعيف و السلعه مليحه. مرحبا، نعطيكم كلشي الاخوان، كلشي السيف. ها هي هذه 21 اللي كيطلب فيها مازال ما عطاوش ليه. كل دار الله يسخر لها. سداسيه جامعه. تعال انتوما اخوان، هذه نعجه سداسيه والده جوج حوليات، عاطينا 46 2300 درهم ودار علي. المهم النعجره ديال الصديق ديالنا وشعيب، لما تبعتش ولا شي حاجه وعيط لك عليها شي واحد دوزها لي. شي اللي كاين اللي عجبت شي واحد راه غادي يتواصل معه شعيب يخليها لي. شعيب اخوان راه كاين فينا واحد ديال سيدي الحجاج. هادشي اللي كاين كما قلت لك، والده جوج ودار عليهم. الله يعاون. تبارك الله عليك اخويا شعيب، الله يسخر. راك كتقول 56، انت كتقول 56. 56 هو البيع ديالها اللي طالب ياك. الله يسخر. هما اخوان هذوك يقولوا 33 خرفان كسابيه. 1650 درهم. خمسة وثلاثين ألف، لا 33000، 1650 درهم. الله يسخر الجامع، الله يسخر. هاد العاطي حوله من الثمن، مناش اقل ثمن حتى الاكثر ثمن. الله يرضي عليك. انا من 40 حتى ل 50. من 40 حتى ل 50. كيداير السوق اليوم ديال السطاح شويه؟ يجعل البركه، يجعل البركه. دائما الاخوان تيقول لنا الله يجعل البركه. لا 16 كاع دردو. رضوان عطلوا عليه المدرسه. اه زادوا واحد الشهر تاع خدمه. زادوا شهر. الشهر تاع خدمه الاخوان زادوا رضوان. ها هو. كان غادي تفك. كان صورتي لا صورته. كان غادي تفك تاع زادو شهر. الله يلا زادو شهر. ما عرفتش واش فرحان ولا طالع لي الدم. لا فرحان، هو كل حيزين ودار خرفه.
مشكل. اكثر ثمن شحال اكبر ثمن؟ كاين تا 56 56 58 من 2000 درهم 56 اي 2800 2000. ما راه فوله ورا سلمت عليه صافي. كان شاد كون جا اخوان مطول صراحه راشيد شحال هذه مشكل نطح هذا راشيد رجع من بعد العطله اخوان هو هذا وهذا الفيديو راشيد شحال؟ شحال؟ 62 3100 درهم وهذا 64 3200 كدير انا دو ثنايا سنم ثنايا ثنايا الله يسخر راشيد شحال صيفطتي ماما؟ 34 ونص تبع الصديق ديالنا محمد مزرعة الحريزي الأغلام 34 ونص 1725 أي هلا صافي هنا 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 الله يسخر موالينا كسابينا محمد؟ كسابينا خويا كسيب شي كسيبت كسيب مع شغل يلا داخل السوق أول مرة عمرو جولي ثمنها محمد ثمن عطاونا 36 بالزاكية 36 في الزاكية 1800 هذا عطاو 44 بوحدو فين هو هذا؟ هذا يعني عندو حتى مليح هذا الشيء شتو بعدو سي عبد الغني كيدير صافي طب طب دوري فين نقولو رطب الصوتية مزيانة 36800 درهم الكتيبة ديالو مواتها كاينين؟ ايوا خلي لهم رقم تليفون ودير لهم شي فيديو 06 94 2056 محمد مزرعة الحريزي الأغنام إخوانك مرحبا إن شاء الله نحطو خويا مع الفاق والله يسخر محمد الله جبتي السير تبارك الله تبارك وصور ما كداك تصور مع الراجل يلا قولي شحال ديتي ها؟ هو يصور معاك ودير في القناة دير هذا في القناة لا ما بلاش اقول لي الثمن شحال ديتو شي مناسبه ان شاء الله لا ولكن كتقول سيد اش ما خاطر ديرها اسواق ماشي المغرب راه نقول عليه مش مش ولكن لا خاصك تصور صور هاد لا قال لك ما تبينيش انا بغيتها انت بغيتي هو ما بغاش لا يدعينا ولا شي حاجه نوليو لا ما يدعي الثمن ديال الخير نشد عليه على حسابك مش حسابك اه شد عليه على هاو صافي اخوان على حساب 3000 درهم حتى هو نبينو معانا الله يعاونكم الله يسخر الله يسخر تبارك الله عليك 3000 درهم الثمن ديال الثمن 72 36 1000 1800 درهم في الواحد مليحة لك شي استعمال أي يلا زوينين هذه الماركة السوبر اللي قطعت 36 زوينين 1800 درهم الواحد الله يسخر مولاه ما جبتيش كتبوش على الرزاق 32 جمله جمله الفرادي عاطينا الفرادي ما عاطينكمش عاد 36 عازم احسن وحدين 36 هاك مدينة حافظ منين هما من قيصر ولا خميس من خميس ولا خميس ويا حق الله العظيم لا طالع بنين قلب جديد حاسب عليها والله إلا بواحد راه حاضر لي عز الدين شحال من واحد نهار خميس وانتم يا اخوان الله يسخر لي من الجبل 32 هذا هذو يا اخوان خروفات كسابيات نعم اخو كسابيات كسابيات اشنو اعطيني مش حاجه والو
عطاونا 20 في هذوك الليل الربع. هذوك الربع 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 عطينا 20 في الوحده. وهاد الزوجه هادو 33 على 16 و 16 هادو 1000 درهم هادو 825 درهم في الوحده. اكيد السوق الحوليه كاين الثمن بارك الثمن كاين السلعه خارجه شويه شويه بحال الخروج اللي ناقص شويه اول خروج ناقص والله يسخر الله يسخر امين اخويا اللهم امين. كما يخبر خروفات صرديه زوينه والله يسهل على مولانا. نتمنوا اخوان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم خليو لنا واحد الجيم اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه ويشاركو مع الاصدقاء ديالو. تحياتي لكم كبيره معاكم عبد الغني اسواق ماشي المغرب دائما الجديد. تبارك الله عليكم نهار طيب.